طالنا انتوا صوتكم مش من طالنا صوتي بقى واطي خايفه هي تجيب لنا ما حدش يطلع وطي صوتك يا جمال طب ازاي يا جماعه جزمه قنديل موجوده ولبسه مش موجود وهو مش موجود حاجه غريبه قوي ايه ايه الهدوم الكتير دي هدوم كتير قوي طب مش بس هدوم ده في هدوم كتير قوي طب ايه المقاسات الستاره اللي وراك دي فيها حاجه ايه الستاره اللي وراك دي فيها حاجه جزمه حد صغير دي في جزمه حد صغير كمان جزمه حد صغير وجزم تانية اهي ازاي كده ايه ده واحد جزم اطفال هنا ولا ايه جزم عيالها يا جماعه مش هي قالت ان عيالها ماتوا في الحرب اكيد جزم عيالها هنا يا جماعه انا لقيت موبايل موبايل قديم انا لقيت نظاره يا نهار ابيض جزمته موبايل طب وبعدين معناه ان هو في الاوضه هنا طب ازاي ولا ايه ده مش بمزاجكم كده هتتعشوا يلا اتفضل انا مش قادر اكل مش قادر اللحمه لا خد يا معاذ خد خد يا معاذ كل واحد ياخد حته ياكلها يلا خد يا بنتي خد يا حسن ايه ايه ده عامله كده نيمانا يطلع ماما كده راح يا بنتي حسن حسن مالك تعالى هنا حسن هو قرف ليه كده هي لحمه طعمها ايه يا جماعه طعمها وحش قوي انا عايزه اقول لكم حاجه انا عايزه اقول لكم حاجه بجد انا في شعر طلع في بقي ايه ده ايه ده انا وحشه بص عامله ازاي انت هتاكلها لنا كده ازاي هتاكلوها طب هو مع هو اللحمه حلوه انت ما بتطبخيش حاجه غير اللحمه بس ايه اللحمه حلوه قوي لحمه جميله دوقي حلوه قوي دوقي ادقتها كانت جميله قوي يا حلوه اهي اهي بنتكم قالت حلوه لا حلوه اللحمه مش عايزه انت خايفه منك معلش يا ماما يا جا ممكن الولاد مكسوفين منك بس مش عارفين ياكلوا قدامك لا حلوه حلوه قوي ده عشاء كل يوم من ده انا هسيب لكم اللحمه وكلوها انا داخله جوه اجيب لكم اللحمه الثانيه يلا اتفضل شيماء ايه حسن اتاخر قوي حسن طول شوفيه هقوم ادور على حسن يا جماعه احنا لازم نبقى مع بعض يا جماعه هقوم انا لازم نبقى مع بعض احنا قلنا لازم نكون مع بعض لا ده الحمام هنا فين جوه يا جماعه دلوقتي يا جماعه احنا لازم تعالي قوي سلامتك يا رنزي الف سلام عليك طبخه مين ولا يعني ايه طبخه حاجه في البيت طعمها يعني ايه الحمد لله كان الموضوع صعب قوي الحمد لله احنا قدرنا نمشي من البيت ده الحمد لله ان احنا خلصنا الموضوع ده كله الحمد لله خلصنا من ماما ياج الحمد لله ده كان كابوس ونزاح الحمد لله احنا النهارده بقى يا هبه هنبيت عندك وبكره ان شاء الله نروح بيتنا مش كده يا رنوسه صح عشان انت بصي رنسي تعبانه ازاي مالك يا رنسي كنت تعبانه من الليله اللي حصلت دي كانت ليله طويله جدا كانت ليله اسوا ليله كانت عندي معلش يا حبيبتي معلش خلاص الحمد لله ازيك يا اولاد ازيك الحمد لله على السلامه عاملين ايه فين قنديل وحسن ايوه فينهم في بره في العربيه مستنيني بقول لك ايه يا شمال ما تيجي يلا بينا نروح بيتنا طب ما انا عندي اقتراح طب ما تخلينا النهارده بيتين عند هبه ونمشي احسن الصبح بلاش نمشي بالليل كفايه اللي حصل لنا المره اللي فاتت ايوه ممكن احنا في الشارع تزعلنا ماما ياجا لا خلاص ايه مش هتزعل احنا بعيدنا بقى عنها بعيد خلاص عايزين تقعدوا هنا ما كنت جيتي معايا نحتفل بان احنا الليله الصعبه دي انتهت خلاص وبقينا بحريتنا خلاص ورجعنا للامان تاني وخلصنا من الشر الفظيع ده مش عارفه انا قلقانه امشي بالولاد انا اتعقدت بصراحه قلقانه امشي بيهم بالليل خلينا احسن خلينا نبات النهارده عند هبه وبكره الصبح ان شاء الله نمشي ونحتفل زي ما احنا عايزين ماشي خلاص على راحتكم عموما يعني بصراحه كانت
ليله صعبه جدا. يا جماعه افرحوا، انتوا قاعدين كده ليه؟ احنا كان ممكن نموت النهارده. فعلا كانت ممكن. يا جماعه احنا كنا في مصيبه. كانت حياتنا هتروح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، احنا كنا في شر ونزاح. يا ساتر يا رب. ايه ده؟ هبه النور اتقطع. ما هبه هي الكهرباء متعوده تفصل عندكم كده؟ انا بصراحه قلقت مره واحده كده الدنيا كلها ظلمت. اطمنوا يا جماعه مفيش حاجه، عادي ساعات بتحصل. طب بصوا انا هقوم اشوفه هو ليه قطع. يا جماعه انا خايف، انا بخاف من الضلمه، انا اتعقدت. يا جماعه ما تسيبوناش النهارده، خليكم بايتين معايا، انا بخاف قوي من الضلمه. قطعت كهربا بالشكل ده؟ مين قطع الكابل كده؟ طب اعمل ايه؟ طب اتصرف ازاي دلوقتي واقول لهم ايه؟ دلوقتي قلقانين جوه. انا هحاول اطمنهم دلوقتي ومفيش غير بقى الصبح الكهربائي يجي يشوف الموضوع ده. دلوقتي مفيش حد خالص، مش هينفع دلوقتي، نستنى بقى الصبح هم يباتوا معايا احسن. هروح اقول لهم كده. معلش يا جماعه، هو الظاهر في حاجه حصلت في الكهرباء كده قطعت. المهم انتوا باتوا معانا شيماء انت وحميده وايه، والصبح تبقوا تروحوا بقى وما تقلقوش، يمكن دلوقتي شويه وتيجي الكهرباء. ما تقلقيش يا هبه، احنا هنبات معاكي النهارده وادينا هم ونسين بعض، وتيجي الكهرباء وقت ما تيجي براحتها. بس النوزه شكلها هتنام خلاص. انا عايزه العب النهارده مع لامار ومعز، نفسي العب معاهم قوي، انا كنت نفسي ابات معاهم. هبه انتي بصيتي على كل الناس اللي حواليكي عندهم كهرباء ولا لا؟ اتاكدي. انت عايزه الصراحه، هو كل الناس اللي حوالينا عندهم كهرباء، بس انا مستغربه ان عندنا احنا بس مفيش كهرباء. الظاهر في مشكله في الكابل بتاعنا. انا هستنى لغايه الصبح ونشوف كهربائي يصلح الموضوع ده. يعني كل الناس عندهم كهرباء الا احنا؟ حاجه غريبه. عموما ماشي، يعني هي كلها ساعه ولا ساعتين والنهار يطلع ونشوف كهرباء يجي يصلحها. يلا بقى عشان عايزين ننام بقى، ده النهارده انا عايز انام نوم بعد اللي حصل والمطاردات اللي حصلت النهارده. ما تخافش يا محمد، مفيش حاجه هتحصل ولا اي مشاكل، انتوا بيتوا بس معانا وان شاء الله الدنيا هتبقى كويسه جدا والكهرباء هتيجي ان شاء الله ومفيش اي مشكله هتحصل. وعشان خاطر ما تخافوش يا جماعه، ما تخافوش. لا 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 ما تخافوش، ما تخافوش، ما تقلقوش، ما تقلقوش. معلش يا حبيبتي بابا، انا خايفه. ما تخافوش ما تخافوش ما تخافيش يا رنا، ان شاء الله. غير لي ماما. ماشي ما تخافوش يا اولاد، ان شاء الله هترجع 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 ان شاء الله. يا لمور ما تخافيش، حاجه بالك ان شاء الله. بس اهم حاجه نوطي صوتنا علشان نعرف نلحقها، لازم نوطي صوتنا. نفسي اعرف يابا دي ولازم مكاننا منين. يمكن مشيت ورانا وعرفت مكاننا. صح يا رنسي، ممكن تكون مشيت ورانا ازاي، مع ان
اكيد هي اللي قطعته لان كل يا جماعه كل ده مش مهم. المهم دلوقتي عايزين نطمن على هبه. طب نيجي ننزل نعمل ايه؟ ننزل تحت. لازم ننزل، لازم ننزل. بس خلينا يعني احنا دلوقتي فين؟ احنا دلوقتي على السطح. لازم نحاول ان احنا نراقب ونشوف نتاكد ان هي مش موجوده تحت وبعد كده ننزل. خلاص تعالوا تعالوا يلا يلا يا ولاد، ما تخافوش يا ولاد، ما تخافوش. دي نفس شكل ماما ياجا بالظبط. من ساعة وهي من ساعة وماما ياجا اكلت عمته ولسه شغلة بالي. ايه ده؟ بتبص يمين وشمال. انا خايفة. بتبص يمين وشمال. ايه بتبص تحت وعمال تدور على حاجة. بتحرك. ايه ده؟ هي ماما ياجا. هي ماما ياجا. يلا بينا ننزل بالراحه واحده واحده. ماشي عشان ما نحسش بينا. انزلي يلا يا رنس. يلا يا جماعه من غير ما حد يحس. يلا من غير ما حد يحس. ايوه صح. بالراحه يا خير. انا عايز اعرف ننقذ ماما ازاي. لمار اتاكدي ان احنا لازم هننقذ مامتك، بس اهم حاجه دلوقتي لازم انقذكم واطلعكم بره البيت الاول عشان اعرف اتحرك براحتي. لازم اروح الاول اطلعكم وارجع تاني اجيب ماما. خلينا كلنا مع بعض يا محمد. ما ينفعش يا شيماء. ما ينفعش، ما اقدرش. انتوا هتبقوا مكتفيني يا خالو. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا دي مامتي، يعني انا مش مهمه لما انقذ ماما. حبيبتي ما تخافيش. انا عايز لمار وماما جايين. يا حبيبي ما تخافوش. يا رب استر. يا رب يا رب استرها. يا رب يا رب. انا خايفه. انا خايفه. لا يا حبيبتي بابا مش هيتاكل ولا حاجه. ما تخافيش. انا خايفه. انا مش عارفه لو هي هجمت عليا دلوقتي هعمل فيكوا ايه. يا رب استرها. يا رب معانا. يا رب. شيماء. ايه يا محمد؟ انا ما عرفتش الاقي لمار. يا نهار اسود. بصي انا ما قداميش حل دلوقتي غير ان اطلعكم بره البيت وانا بطريقتي بقى انا ارجع ادور عليك. خالو. ايه؟ ايه ده؟ وانا نمت ولا ايه؟ انا شكلها راحت عليا نوم ولا ايه؟ فين ماما ياجا؟ ولمار؟ لمار انت كويسه؟ ايوه انا كويسه يا خالو. يعني ماما ياجا ما اكلتكيش؟ لا ما اكلتنيش، من قاعده اهو. هبه وانت كمان كويسه؟ عملتي ايه مع ماما ياجا؟ ايه يا محمد الكلام انت بتقوله ده؟ وبعدين ايه لمار اتاكلت وماما ياجا انت كنت نايم؟ نايم؟ وانا فين؟ انا كنت بحلم ولا ايه؟ يا ساتر ايه الحلم ده؟ امال شيماء فين؟ وفين حسن؟ وفين رانسي؟ حسن اخر مره كان ما كناش لاقيينه. حسن فين يا محمد؟ ما انت نمت من كتر ما انت عمال تدور على حسن فعلا لما هو اختفى ومش لاقيينه. وكمان شيماء نمت على الكنبه. انتوا الاتنين نايمين مش حاسين باي حاجه خالص. يعني حسن لسه ما ظهرش؟ ابني